احتضن مقر مجلس جهة طنجة تطوان يوم 2 غشت ندوة حول قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، نظمها المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار. بالنسبة لهذه الندوة هي مساهمة في النقاش الوطني العمومي اللي بدا في 2006، كنعاودها بمبادرة من صاحب الجلالة في خطاب العرش ديال 2006 انطلق هذه الورشة. هذا استمر النقاش، الآن وصلنا لواحد المرحلة مهمة جد متقدمة اللي فيها واحد القانون ديال تنظيمي تنزيل مقتضيات الدستور اللي نص على أن قانون تنظيمي للجهة. الآن كاين مسودة وزعت على الأحزاب السياسية وكاين أجندة كما تعلمون، على اعتبار أن الانتخابات كاينة من الآن أقل من سنة، وبالتالي هذا القانون خصو يكون موجود. هذا اللقاء ياتي في اطار متابعه النقاش العمومي حول مسوده قانون مشروع قانون تنظيم الجهه. هذه المسوده التي سلمت للاحزاب السياسيه الذين اعدوا فيها اوراق، كذلك هناك الان الكتابه الرئاويه، مجموعه من الفاعلين، المجتمع المدني، هناك نقاش عمومي حول بمشاركه جامعيين واكاديميين حول هذه المسوده. نحن مع مسوده المشروع ولكن مع تقييمها مع اضافه نوعيه لها. بين التوصيات اللي يمكننا نخرجوا بها اليوم بحال اللي جا في المداخلة ديالي قبل قليل، هو أن هناك مجموعة من الثغرات على المستوى ديال مجموعة المبادئ الدستورية، مبدأ الدستوري المهم جدا ومبدأ ديال التدبير الحر، يعني إعطاء المنتخب حق ديال التصرف وحق ديال تدبيره، إلا أن هناك من بعد المواد التي تقيد هذا المبدأ ونحن نطالب بإلغاء هذه المواد. يأتي هذا اللقاء كمساهمة في النقاش الوطني حول المسودة بسلبياتها وإيجابياتها للخطو قدما نحو مغرب متميز.